السلام عليكم طلاب، اليوم مع المحاضرة السابعة في جبر الزمر للمرحلة الثانية. في هاي المحاضرة الطلاب راح ندرس السيمتريك جروب اس ان والفانكشنال كومبوزيشن. طبعا تكملة احنا للمحاضرات السابقة، كملنا شرح محاضرة زمرة محاضرات زمرة الزت ان مع الاديشن مود ان، وتعرفنا عليها وعلى عناصرها والعملية الثنائية، واخذنا بعض المبرهنات عليها والامثلة. قلنا احنا حندرس زمرتين مهمة جدا، فاليوم راح نبدي بالزمرة الثانية اللي هي نسميها زمرة التناظر، نرمز لها برمز اس ان اس سب ان مع العملية الباينري اوبريشن اللي راح تكون الفانكشنال كومبوزيشن، اما تركيب الدوال لان يعني عناصرها عبارة عن دوال. مثل ما شفنا بالفيديو قبل قليل، عرضت لكم فيديوهات اثنين على حول السيمتريك جروب اس ان بصورة عامة، وعلى السيمتريك جروب اس 3 بصورة خاصة اللي هي التريانجل جروب، تريانجل سيمتريك جروب، زمرة تناظر المثلث. ووضحت لكم انه اللي راح نستخدمه حاليا في امثلتنا هو الاس 3. طبعا اكو الاس 4 اللي هي زمرة المربع، عندنا الاس 5 وهكذا. كل قيمة من قيم الان تعني لنا بوليجون معين، مضلع معين، وعدد عناصر هذه الاس ان هو ان فكتوريال مثل ما هسه راح نشوفه بالتفصيل. عرفنا شلون بالنسبة للاس 3 من اجتي هاي نتيجة تحويلات المثلث، انه احوله اسوي له permutations بواسطة التدوير مع عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة، الفليبينج انه الفه، ممكن اسوي تو روتيت ادوره مرتين وهكذا. شرحنا على الفيديو الطريقة اللي اعتمدناها او الطريقة الهندسية الحقيقية اللي توضح لنا التطبيق لهذه الزمرة، لعناصر هذه الزمرة. طبعا كل تحويل من التحويلات الهندسية من تدوير او فليب مع عقرب الساعة او عكس عقرب الساعة اللي هو يمثل دالة، هو بالضبط يمثل لي دالة تاخذ عناصر ال N مجموعة الاعداد الطبيعية، والناتج راح يكون ايضا من اعداد المجموعة الطبيعية. نبدي اول شيء هسه بالديفينيشن، التعريف. A permutation كنا التبديل او التحويل of the set n، مجموعة الاعداد n، is a one-to-one mapping، دالة one-to-one mapping on of n onto itself. يعني عندنا permutation الواحد التبديل او التحويل او rearrangement، اعادة الترتيب، هو ياخذ، هو عبارة عن دالة اسمها f، مجالها ومجالها المقابل مجموعة الأعداد الطبيعية n. رح ناخذ بعض الملاحظات على هذه المجموعة. أولا all permutations، كل التبديلات هاي of the set n denoted by sn، كل التحويلات المختلفة، طبعا لأن أكو تحويلات رح تبقى كل ما اسوي، مثلا اسوي روتيت مره راح يطلع لي عنصر، اسوي روتيشن مرتين يطلع لي عنصر اخر اسميه ار تربيع، لما اسوي ثلاث مرات ار تكعيب، الار تكعيب راح تطلع لي قيمه تمثل معكوس قيمه الار تربيع وهكذا. فاذا كل البرميتيشنز المختلفين على المجموعة N كلهم راح أجمعهم في مجموعة أسميها SN. نجي المجموعة هاي، يعني أكيد أكو إلها شنو؟ إلها order، إلها رتبة. The order of SN، أرمز له بهذا الرمز، هو N factorial، يعني عدد العناصر لهذه symmetric group يعتمد على قيمة N. إذا N 2 حقول 2 factorial، إذا الN 3 حقول 3 فكتوريال وهكذا. طبعا الفكتوريال تعرفون شلون نحسبه، هو N في N ناقص 1 في N ناقص 2 إلى في 1. Any permutation،
أي تحويل أي تبديل اللي هو الـ permutation يعني F يعني عنصر من عناصر الـ SN ينتمي إلى SN may be described by ممكن إنه أوصفه أني بواسطة هذه الأزواج المرتبة. كل permutation هو عبارة عن شنو؟ قيمة من المجال بالمجال اللي هو الواحد وصورته، عبارة عن الـ ordered pairs المتكونة من قيمة العنصر بالمجال N واحد وصورته بالمجال المقابل اللي هو F of واحد. زين؟ مثل كأنه الـ X هنا والصورة مالته Y، الاثنين وصورته الاثنين، الثلاثة وصورة الثلاثة إلى الـ N وصورة الـ N. واضح؟ ممكن أكتبه بهذا الشكل أو بهذا الشكل، وإحنا أكثر شيء طبعاً رح نعتمد الكتابة بهذا الشكل. هذا القوس طلاب على كل يعني مصفوفاً، هذا صف وهذا صف. هنا أخذته in general بصورة عامة، الواحد الصف الأول دائماً طلاب يمثل عناصر المجال، يمثل عناصر المجال زين الدومين، واللي هو عناصر elements of n اللي هم 1 2 3 4 5 الى n. الصف الثاني من المصفوفه يمثل لي الايمجز الصور اللي وين تنتمي بالكابيتال n اللي هي الكودومين اللي هو بالمجال المقابل. فالقيمة هنا راح تكون هي صورة الدالة بالعنصر واحد، هنا صورة الاثنين، صورة الثلاثة إلى صورة الان. لما يكون عندي S3 معناه الصف الأول راح يكون متكون من واحد اثنين ثلاثة، الصف الثاني حيصير أفوف واحد أفوف اثنين أفوف ثلاثة. واضح طلاب؟ راح ناخذ مثال. مثلا هنا find S2 and S3 هنا الـ N إش قد 2، معناته أول شيء لازم أعرف إش قد العناصر حتى أقدر بعدين أطلع القيم حسب التعريف والملاحظات اللي أخذناها بالسلايد الأول. إذن الـ S2 هي إش تتكون من منو؟ من F1 و F2. الـ F1 لحظة طلاب دائما هسه أول شيء مو أنا عرفت عدد العناصر، يعني عندي عنصر، يعني العنصر الأول رح أسميه F1 والعنصر الثاني رح أسميه F2. أجي على الـ F1، الـ F1 شي يمثل لي الصف الأول، يمثل لي 1 2، الصف الثاني حيكون عنا الصور صورة الواحد شقد 1، صورة الاثنين 2. وشفنا بالفيديو إحنا انه مجرد اشيل العنصر اشيل المثلث وارجع، هذا البرميوتيشن لما كل عنصر صورته تكون مساويه للعنصر نفسه 2 2، هذا اسميه الايدنتيتي، هذا هو المحايد. العنصر الثاني شنو الاحتمال الثاني لاعاده ترتيب القيم؟ هنا صف الاول ثابت ما نغير به، لكن وين التبديلات تصير؟ بالصور، بصورة الدالة حسب تأثير الدالة اللي هو المثلث اللي راوت لكم اياه بالفيديو شلون نرفعه ندوره، فرح تتغير أرقام رؤوس المثلث. فهنا التبديل الوحيد اللي أقدر أسويه إنه أعكس أخلي 2 هنا و1 هنا، فأصبحت صورة الواحد تحت تأثير F2 2، صورة الاثنين تحت تأثير الدالة F2 1. واضح؟ إذن هذه هي قيم مجموعة S2. بالنسبة للS3 أول شيء أحسب الأوردر 3 فكتوريال يعني شكد؟ يعني 3 في 2 في 1 ويساوي 6. إذن لازم يكون عندي 6 عناصر مختلفة اللي هي 6 permutations، 6 تبديلات أو إعادة ترتيب للعناصر مختلفة. شلون رح أحسبها؟ الـ F1 هو شيء يمثل لي، يمثل لي الـ Identity إنه أنا ما أجريت أي تبديل أو تغيير على شكل المثلث، مثلث مجرد رفعته ورجعته إلى مكانه. طلاب أنا من أقول رفعت المثلث
رجعت المكانة، دورت المثلث، كل حركة من هاي الحركات هو بالضبط التأثير الدالة F1 أو F2 أو F3. يعني الدالة هي شغلها أنه تأخذ العنصر من مكان توديه إلى عنصر آخر، وبالتالي رح يتغير مكانه. واضح؟ طيب معناها هسه هنا العناصر اللي عندي منو؟ F1 2 3 4 5 والF 6. F1 شو يمثل لي؟ قلنا الصف الأول يبقى ثابت بكل العناصر اللي هو يمثلوا لي عناصر المجال. أنا قد عندي 3، إذا عندي 1 2 3. الأف الأولى هو المثلث يبقى في مكانه، ماكو أي تغيير ولا أي تبديل. فإذا الواحد يروح لنفسه، 2 لنفسه، و3 لنفسه، هذا الايدنتيتي إيليمنت. F2 ايش راح أسوي؟ راح ألف المثلث حول الواحد. فمن اللي راح يتغيرون فقط؟ الثلاثة والاثنين. واضح؟ زين. أجي على F3 راح ألف المثلث حول رأس 2، فاللي راح يتغيرون منه؟ الواحد والثلاثة، وهنا حول الثلاثة، وبالأخير هنا راح أسوي عملية قلب وتدوير فتطلع لي هذه النتيجة. هذه تمثل لي عناصر الاس 3. من تكتبوها انتو بالامتحان بأي ترتيب، يعني تخلون هذول أول، هذا أول، هذا أول، ماكو أي مشكلة. زين. الترميز اكو بعض المصادر يسمون اي، هذا يسميه اي، يسموه اي انه ايدنتيتي، هذا يسموه اي بي سي دي، عادي. هاي مجرد F1 F2، هذين ترميزات تقدرون انتو تسووا لها الترميز اللي يعجبكم. هسه عرفنا احنا عناصر المجموعة طلاب، نجي بعد ما مثل ما تعودنا احنا نعرف المجموعة، نعرف عناصر هاي المجموعة شنو. قلنا هسه عناصر الاس 3 او الاس ان بصورة عامة هي عبارة عن دوال. نعم طلاب، هسه الباينري اوبريشن اون الاس ان، طبعا احنا ايش قلنا؟ العناصر دوال. شنو العملية الثنائية اللي حنعرفها على هذه الدوال الاف والجي؟ هو تركيب الدوال. زين. Let F و G belongs لل SN such that ال F كنا نكتبها بهاي الطريقة، وال G راح تكون بهاي الطريقة. تمام؟ نفس الشيء إذا قلنا F1 مع F2، نفس الشيء إذا قلنا هاي A وهاي B، هذا مجرد ترميز. تمام؟ Then ال F تركيب G called the functional composition، تركيب الدوال، where الاف سيركل جي، هاي عملية التركيب مرة عليكم طلاب. اول شيء احنا ايش راح نطبق؟ نطبق من هنا، نبدي من اليمين ثم الناتج يتعوض بالاف. فهنا كأنه اني راح الجي اوف 1 هي شنو؟ صورة الواحد. زين. قلنا هذا الصف الاول عناصر الدومين، وهذه الايمجز لهم صورهم. فهسه كأنه هذه الجي اوف 1 أنا عوضت الواحد بالجي اوف 1 وطلعت قيمته. هسه هذه الجي اوف 1 كليتها صارت هي الجيفن اللي هي الدومين كأنه المين لتركيب الدوال. فبالنتيجة تطلع هاي المصفوفة. هسه بالأمثلة راح تتوضح عليكم العملية شلون هاي سويناها. مثلا هنا طلاب ان اس 3، ان اس 3 قلنا بالاس 3 كم عنصر عندنا؟ 6. اخذت اني الاف 3 والاف 5، طبعا هذول القيم اني اخذتهم على اساس هاي العناصر اللي وجدتها هنا بهذا السلايد طلاب، هاي الاف 3 وهاي الاف 5. واضح؟ عوضنا. هسه شلون راح ابدي اسوي تركيب الدوال؟ ابدي من الطرف الايمن من الاف 5. نبدي تركيب الدوال تعرفوا انتو، نبدي دائما احنا من الدالة منها القريبة. فاش راح اقول؟ واحد، هذه اللي هي عناصر الدومين،
الواحد شنو صورته؟ اثنين، اخذ هذا الاثنين ارجع وين وين اجي؟ اجي الى الاف 3. هاي الاثنين هنا الناتج شنو عندي طلع؟ اثنين. ارجع هنا وين هالاثنين بالصف الاول؟ هاي شنو صورتها؟ اثنين. اذا انا بديت بيمن، طبعا اول شيء اكتب هنا القوس، اكتب واحد اثنين ثلاثة ثابتة. هسا نبدي احنا من رقم واحد، اريد الواحد شنو صورته تحت تأثير هذا التركيب الدوال. راح ابدي منه، هذا الواحد صورته اثنين، هاي الاثنين ارجع هنا اخذها بالصف الاول صورتها شقد؟ اثنين. اذا الواحد صورته شقد؟ اثنين. هسه اجي على الاثنين، اجي منه اثنين شقد صورتها؟ ثلاثة. اجي على الاف، هاي الثلاثة شقد صورتها؟ واحد. اذا هنا الناتج واحد. الاثنين دا يروح بتأثير F3 circle F5 إلى الواحد. أجي على ثلاثة، ثلاثة هنا شقد صورته؟ واحد. أرجع هنا الواحد المن دا يروح للثلاثة. أما أجي هسه لازم الناتج اللي يطلع طلاب ينتمي إلى عناصر ال S3. فهنا واحد يروح لاثنين، اثنين يروح للواحد، ثلاثة يروح للثلاثة. هاي بالضبط شو يمثل لي؟ العنصر F4. حفظوا 2 1 3 2 1 3 هذا يمثل لي ال F4. تمام طلاب واضح؟ هنا رح ناخذ مثال نطبق عليه كل الشروط الخاصة بالزمرة G. بس هنا شنو رح اخذهن؟ حاخذهن عناصر. المثال اللي بعده راح اخذهن كدوال، فهو نفس الشغل. تمام طلاب؟ زين، شو يقول هذا الاكزامبل؟ زين، الاكزامبل let x تساوي الواحد واثنين وثلاثة 1 2 3 مجموعة and f from x to x be a permutation g is the set of all permutations then g. عناصر الجي راح تكون هي الـ E لمثل الـ Identity و A و B و C و D and G with the product. هذا الـ Ordered Pair اللي هو الـ G with the product forms لهزم a group called، يكون لي زمرة تسمى Symmetric Group of Degree 3 denoted by S3. إذن هذا الإكزامبل هو إكزامبل يمثل جروب اسمه symmetric group زمرة التناظر of degree من الدرجة الثالثة denoted by يرمز له بالرمز S3. واضح؟ عناصر الـ S3 مثل ما تعلمنا حسبناها من الأمثلة السابقة، ناخذ الـ 3 factorial والعناصر نحسبها بهذا الشكل، وافتهمنا احنا كل واحد من هذول على أي أساس صارت هنا 2 1 3، على اي اساس هنا تغيرت صارت 3 2 1 او هنا صارت 3 1 2. هاي التغييرات بالصور على اي اساس صارت نتيجه البرميوتيشنز، التحويلات الهندسيه اللي اثرت بها الداله اللي هي الدوال F1 F2 F3 وهكذا اللي شرحناها قبل شويه. نيجي هسه للحل، فلازم نبرهن هسه عملية الانغلاق، لازم نبرهن تجميع والايدنتيتي، الايدنتيتي طرقنا له، ونبرهن لازم شنو بعد؟ العنصر المعكوس لكل عنصر من عناصر، يعني لازم بالله الايدنتيتي معكوسه نفسه، الاي لازم القى اي انفرس، ولازم اكتب البي انفرس والسي انفرس والدي انفرس والجي انفرس، لان هاي مجموعه منتهيه، كنا من عندنا مجموعه منتهيه، لازم اطلع قيمه كل معكوس كل عنصر من عناصر المجموعة، مو مجرد أقول بصورة عامة. زين؟ نجي نبرهن أول شيء عملية الكلوجر. الكلوجر راح أخذ A و B، طبعاً دائماً بالانغلاق طلاب إحنا الـ Identity Element متحقق، وإحنا راح نحققه وين؟
حنحققه بالشرط الثالث، فماكو داعي هنا تاخذ لي الايدنتيتي ويا الاف ويا الـ ويا الاي ويا البي ويا الهاي، ماكو داعي. ناخذ عناصر مختلفه زين، نسوي فد مثالين وبعدين نكتب باي ذا سيم واي البقيه يحققون يكونون كلوز اندر ملتيبليكيشن. فاني اخذت الاي والبي، العناصر موجوده بالسلايد القبله، هعوضهم. شنو عمليه هنا العمليه الثنائيه شلون تشتغل؟ ابدي من اليمين الى اليسار، نكتب الناتج اول شيء اقواس لي فوق الصف الاول، هاي ثابته 1 2 3. ابدي هسه هنا انا اريد اوجد هسه صوره الواحد لمن؟ لاي في بي. راح اخذ واحد شنو صورته؟ 3. اخذ هاي الثلاثه واجي لص هنا، وين هالثلاثه؟ هاي شنو صورتها؟ 3. اذا انا بديت بالواحد وين وصلت؟ 3. اذا صوره الواحد هي 3 زين. اجي هسه اريد صوره الاثنين، اجي منه 2 شنو صورتها؟ 2. اجي هنا الاثنين شنو صورتها؟ 1. اكتب الواحد، لاحظوا هنا 1 يروح للثلاثه، هذا اللي عليه خط هو هاي، 1 يروح للثلاثه، رجعت الثلاثه راحت المن للثلاثه، هاي الثلاثه اللي بالوسط الجسر كانت خلاص، معناه العنصر هذا 1 اللي بديت به الصوره مالته 3. الاثنين 2 تروح للاثنين جاتها، بعدين الاثنين راحت للواحد، فال بالوسط هذا ينحذف، اذا الاثنين صورتها شقد؟ 1. تركيب دوال، عوض بالاولى بعدين عوض بالثانيه. 3 يروح للواحد، نجي هاي 3 يروح للواحد، الواحد لمن يروح؟ للاثنين. 3 يروح للواحد، 1 يروح للاثنين، هذا الواحد شطبنا، اذا الثلاثه وين راحت؟ النتيجه هاي الى الاثنين. هذا العنصر هو شي يمثل لي؟ يمثل لي قيمة العنصر جي، 3 1 2. اكتب الناتج. ليش اكتب لازم هنا شي يمثل اي عنصر؟ على مود اقول انه ينتمي الى جي، لان الكلوجرتي هو شنو؟ لما اخذ عنصره لازم حاصل الستار لهم يطلع element ينتمي الى الجي. بنفس الطريقة راح اخذ الدي مع السي، نبدي منه بنفس الطريقة بقية العناصر، انتوا تدربوا عليه. التجميع راح يكون واجب عليكم طلاب. بنفس الطريقة ناخذ طرف الايسر اول شيء، ناخذ اللي بين الاقواس نطلع قيمته، وبعدين نرجع نسوي له كومبوزيشن فانكشنال كومبوزيشن مع السي العنصر الثالث، ونشوف الطرف الايمن لازم يطلعون متساويين. واضح؟ واضح زين. نجي بالنسبة للايدنتيتي انفرس للمحايد، عفوا العنصر المحايد، ايضا من الفيديو حكينا عليه انه هو كل الدالة لما تاخذ العنصر تودي الى نفسه، كل عنصر صورته نفسها، هذا البرميتيشن التحويل اسميه الايدنتيتي. الدليل انه راح اخذ اي مع الاي، راح اقول 1 الى 2 لي وين؟ الى 2، لازم الناتج يطلع لي هاي الاي. هسه اخذ 2 للواحد، 1 لمن؟ للواحد. 3 لـ3، هنا الـ3 لمن؟ هم الـ3. اذا الناتج اللي طلع لي منه هو نفس الاي، هذا من اليمين واخذه من اليسار بنفس الطريقة، وهكذا بالنسبة لباقي عناصر الاسفري زين او الجي. نجي هسه الى المعكوس. كل عنصر من هاي العناصر الاي والاي والبي والسي، هما 6 عناصر، اول 4 عناصر اللي هو الايدنتيتي، والعناصر الثلاثه اللي بيها واحد من يعني اما الواحد ثابت يروح لنفسه، اما الاثنين يروح لنفسه، او الثلاثه يروح لنفسه، مو عندنا 3 عناصر. التدوير مالتها يكون حول العنصر نفسه، هذول ثلاثتهم يكونون كل واحد معكوس نفسه.
كل واحد معكوس نفسه، وهذا الإثبات هنا. لما أخذ الأي مع نفسها لازم يشطيني identity، أكتب 1 2 3 أجهز 1 يروح لـ2، الـ2 هاي المن تروح للـ1، إذا نكتب هنا 1 2 يروح للـ1، 1 المن يروح 2، أكتب هنا 2 3 يروح لـ3، 3 المن يروح لـ3، إذا يمثل لي identity. زين، أيضا B في B و C في C نفس الكلام. منو يبقى عندنا؟ شيكنا احنا هسه 4 عناصر، منو يبقى عندنا؟ اخر عنصرين اللي هم الصف الثاني، تكون كلها معادة الترتيب، الواحد واثنين وثلاثة، ثلاثة تكون متغيرة. الدي والجي each one of them is the inverse of the other. Is the inverse of the other. تمام؟ شلون يعني؟ D في ال G شنطيني 2، هذا ال D وهذا ال G، راح نجي هسه 1 إلى 3، 3 إلى 1، إذا اكتب هنا 1، 2 إلى 1، 1 إلى 2، هنا شو اكتب؟ 2، 3 إلى 2، 2 إلى 3، يعطيني identity. تمام، وبنفس الطريقة أخذ جي مع ال دي. أوكي. طبعا بعد ما خلصنا رابع نقطة برهن كل الشروط، إذا الـ S3 مع الضرب is a group اللي نسميها symmetric group. فقط قلت group طلاب، أي ما برهنت الشرط الخامس مالت الإبدالية. هنا عندنا طريقتين لكتابة الـ S3، عناصر الـ S3، بطريقة الـ permutation وبطريقة الـ cycle. اي طريقة تعجبكم تقدرون تستعملوها، ماكو اي مشكلة. اما بهاي طريقة الاقواس، الصف الاول يمثل العناصر والصف الثاني الصور، او بهاي الطريقة. هنا لما احط الواحد بين قوسين، هاي تلقوها بعض المصادر، يعني هاي معناه الواحد ذا صورته نفسها، 2 صورته نفسها، 3 صورته نفسها، وهكذا. هنا من بس 1 2 معناه الواحد هنا ثابت، فما كتبه، معناها هاي 1 يروح لـ2، 2 يروح للـ1، كأنه بدي أكمل دائرة كاملة، وذاك نسميها سايكل. أما ذولا 1 لـ2، 2 لـ3، 3 للـ1. واضح؟ طيب، نجي إلى المثال الآخر. السؤال الثاني show that، هنا حناخذها طلاب in general، حناخذ SN مع functional composition. انظر هنا، هل ال SN مع ال functional composition commutative group؟ لا لا. لما يجيكم هيك سؤال طلاب، هذا السؤال بشطرين، حالتين لازم اناقش كل احتمالات قيمة N. فهنا راح اخذ الحالة الاولى، لما تكون ال N تساوي 2، معناه الزمرة راح تكون S2 مع الفانكشنال كومبوزيشن، هاي تمثل كوميوتيتيف جروب، وهذا البرهان مالتها، لانه هي اصلا مثل ما اخذنا بالمثال انه هي اصلا تمثل لي، عفوا تمثل لي عنصرين، تحتوي فقط عنصرين، المحايد والعنصر الآخر اللي هو 1 2. زين، 1 يروح لـ2 و2 تروح للـ1، فهاي ما بها أي مشكلة، تحقق العناصر، الايدنتيتي موجود، المعكوس هو نفسه، 1 2 هو نفسه، معكوس نفسه. أيضا الكلوجوريتي متحقق،
وعملية الإبدال، لأنه ما عندي غير بس عنصرين يعني المحايد والواحد اثنين، فإذا ذولا المحايد هو من تعريفه يعطيني الإبدالية، فإذا يحقق. فإذا الشطر الأول إنه لما يكون تكون قيمة الان تساوي اثنين، أني يكون عندي كوميتيتيف جروب. الحالة الثانية لما تكون الان أكبر وتساوي ثلاثة، الحالة الثانية لما الان تساوي ثلاثة أو ان أكبر من ثلاثة، يعني في حالة ال ان أكبر وتساوي ثلاثة تمثل جروب لكن لا تمثل أبيليان جروب. لا تمثل أبيليان جروب. ليش لا تمثل؟ هنا طلاب اني اتجاوزت على اعتبار احنا بالمثال الاول برهنة. شوف. هنا طلاب show that the group high is commutative. هنا المفروض اكتب the group. ليش؟ لان اني بالحال شو مبرهنة؟ مبرهنة فقط الابدالية. انظر هنا فقط الإبدالية، واضح طلاب؟ فلما يجيكم بالامتحان prove that the group واكتب الزمرة رمزها is a commutative group أو abelian group، معنات برهنوا لي فقط شرط الإبدالية، تمام؟ فهنا المفروض أني أكتب لكم show that the group هاي is commutative، لأنه بالحال انبرهنين فقط شرط الإبدالية. لاحظوا هنا اخذت عناصر اني من اس 3، زين سويت لهم جربت عليهم الشرط الابداليه، هو لكل عنصر اي وبي ينتمي الى جي، اي ستار بي يساوي بي ستار اي. فهنا طبعا ما يتحقق، اخذوا اي عنصرين من عناصر الاس 3 اللي كتبناهم واوجدوا حاصلهم، راح يطلع الطرف هذا لا يساوي الطرف الثاني اذا عكست عملية الفانكشنال كومبوزيشن. زين؟ تمام طلاب؟ لاحظوا؟ طبعا انتم حرين تقدرون تستعملون السايكل نوتيشن، يعني طريقة الترميز بطريقة السايكل الدائرية، أو تريدون تستخدمون البرميتيشن اللي علمتكم عليه المثل مصفوفات كبار عادي، ماكو أي مشكلة، اثنينهم صح. فإذا نخلي شيء في بالنا طلاب، هذه الزمرة اسمها زمرة المشاكل، نقلا عن أستاذ كان يسميها بهالطريقة وعجبتني الطريقة. زين أستاذ زيد إذا أنتوا تعرفوه كان بالعلوم. زين، فهذه الأس إن هي زمرة المشاكل، لأنه كل التعاريف اللي راح ناخذها هسه مستقبلا إن شاء الله بمادة جبر الزمر، المثال اللي ما ينطبق عليه التعريف هو الأس 3. زين، دائما ما تحقق. ما تحقق ما تحقق، واحنا كلش الامثله كلها راح نتعامل بها ان شاء الله بالزت ان وبالاس ان وخصوصا بالاس 3. فهاي خلوها في بالكم، اول مشكله هنا عندنا عمليه الابدال، الابداليه متحققه في حاله ان تساوي 2، اما في حاله ان تساوي 3 او اكبر من 3 هذه الزمره غير ابداليه، نون ابيليان. واضح؟ محاضرتنا تخلص لهذا اليوم، لهنا إن شاء الله ألتقي وياكم بمحاضرة المناقشة.